السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا التواصل معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تزداد النزاعات المسلحة في جنوب العراق نتيجة ضعف الحكومة وانتشار السلاح المنفلت وسطوة الميليشيات المسلحة، فضلا عن تجارة بيع السلاح التي يديرها متنفذون في الميليشيات والعشائر. وتتصدر محافظات البصرة، ذي قار وميسان عدد النزاعات العشائرية التي تخلف ضحايا من المواطنين وتتسبب في قطع الطرقات وتعطيل الأعمال، إضافة إلى الخسائر المادية نتيجة استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة. وتشير مصادر أمنية إلى أن استمرار النزاعات العشائرية المسلحة بسبب السلاح المنفلت، وأن بعض العشائر تملك سلاحا أكثر من قوات الشرطة في بعض المدن. وأضافت أيضا أن القوات الأمنية تقف عاجزة أمام النزاعات العشائرية، وأن فوضى السلاح المنفلت وكثرة النزاعات العشائرية وغياب سلطة الدولة في تلك المناطق دفعت جميعها العشائر إلى تسليح أبنائها، حتى أصبح كل فرد من أفراد العشيرة يمتلك سلاحا شخصيا بذريعة الدفاع عن النفس والعشيرة. طبعا في هذا السياق رصد مقطع مصور نزاعا عشائريا في ناحية السلام بمحافظة ميسان أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، دعونا نشاهد. مات 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 أسأله من هو؟ يا هو شنو شكو؟ اخ يا قتل يا قتل انا واحد من الكورنيشن يا قتل واحد من الكورنيشن ناس تو فوق طقوا راح يا طقه ما يا طقه لا اله الا الله يا طقه يا متى تعجب الاسعاف السياره شبه يا قتل يا قتل تعال يا مسيرة مالت الجيش تعال جيبوا هلا جيبوا السيارة مالت الجيش هل بعد مين نفس يا مسيرة بمن أخذه هذا مصاب واحد تعال أمر هذا مصاب ذاك مصاب يا مسيرة مالت الجيش جيبوا لنا وحدة طلعوا لنا وحدة لا حول الله يا بغيرها. نستمر مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع. يرى خبراء في مجال الأمن أن أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة يستثني الميليشيات وسلاحها هو بلا قيمة ولن يوقف الانهيار الأمني. ويؤكد باحثون أن أي حديث عن سحب سلاح من الشارع يستثني الميليشيات سيكون عبثيا وإضاعة وقت وجهد. وأضافوا أن محاولة اعتبار السلاح المنفلت موجودا لدى العشائر أو المواطن فقط هدفه شرعنة سلاح الميليشيات الضالعة بالاغتيال والخطف والنزاعات المسلحة. هنا رصدت كاميرا مراقبة قيام شخصين بإطلاق النار على أحد المنازل في دور المسفن بمنطقة الجبيلة مركز محافظة أو في محافظة البصرة، دعونا نشاهد. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. صادق يقول: وين الجيش والشرطة من تصير
بالستة المغرب كلها تطفر وبعدين يسكتون. أنور يقول حاطين ألف جهة عسكرية داخل المدينة، جيش، شرطة محلية، شرطة اتحادية، أمن وطني، استخبارات، مخابرات، جريمة منظمة، شغب أو حفظ قانون، جرائم، وكلها بس واسطات وما قادرين يضبطون الوضع اللي واضح مثل النهار. طالب يقول المنطقة اسمها ناحية السلام بس أي سلام بالموضوع ماكو، لا حول ولا قوة إلا بالله. لدينا تعليق من حيدر يقول ميليشيات وقحة تعمل على ترهيب المواطنين. مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا أول اتصال سيد أحمد من بابل، تفضل يا أحمد حياك الله. أحمد أحمد تفضل يا أحمد حياك الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من انت تحكي يا احمد؟ رحم الله والديك استاذ وفيت ببعض استاذ رحم الله والديك. انا احكيك هسه حاليا احنا من سجن التاجي. سجن التاجي نعم. تسمعنا استاذ؟ اسمعك اسمعك. تعبنا الله شاهد جوع وضيم وقهر هنا ومدراء واحد يبيع بالثاني بالقاعات واخبار مو خوش اخبار هنا والله نعم. العظيم عندنا عالم لا تموت هنا ما حد بحالها قبل كم يوم والقرآن اليوم مات واحد اليوم. شنو السبب مال الوفاة؟ اليوم تدرين بيهم وما حيطلعهم طبابة ويتوسل ونصيح ونون تباشا ما حيطلعهم. الدكتور يقول لي لا تسجمني تنقز تنقشين الدكتور هذا. نعم. الدكاترة كله يعني كنت لسات يجي لجنة مال الدكاترة يجي بس واحد وما يسوون شيء والله العظيم ويتضحكون وبيناتهم اكو دكتور حاط عليك ويعليك بيه على ما انا اقول له مروتك اخويا بده يموت يقول لي شو اسوي له انا عاقل. نعم. ليش احنا يعني شلون احنا مو اسلام انا ما عندنا غير الله وانت يعني انا ذاك اليوم ولحد هاي الساعه. نعم. يجي المدير اقول له استاذ هذا اخويا راح يموت يسوع دم ينادي على الدكتور الدكتور يقول انا ما اسوي له شنو اكو مدير اعلى من عندي يجي والله يشفط عليه ما اسوي له والله الاخسار الله شاهد. لا شنو دوره هو؟ والله العظيم كل من يقول يا روحي هو الاكل يكون تجون مفاجاه ويشوفون الاكل هنا ويشوفون الصراصير يصمون كل شعر وخيوط ماجدواني ما اكو هيك استاذ رحمه الله يشوفون نحل. احمد بالسجن احمد بالسجن اللي يدفع يحصل على علاج؟ ماكو كل علاج والله العظيم اللي يدفع اللي عنده قدره انه يدفع فلوس يحصل على علاج اللي يعطي فلوس اي الا انطي 500 750 ودوه سال. نعم. وهذا الكلام ينطبق على الطعام وينطبق على كل احتياجاتكم على كل شيء والله استاذ والله العظيم تكون تجي لنا وتشوف هاي اخوتك هاي هم اخوتك واصلين الموت والله العظيم الله يكون بعونكم كله فلوس يعني والله. نعم. العظيم انا هسه اعطي مليون اودون اخويا ارسال. نعم. واللي ما عنده يموت مثل الحاله الوفاه اللي صارت عندكم. اي والله اليوم مات واحد وقبل كم يوم مات واحد. نعم. والله العظيم وعلاجهم سهل بس ما حد يوديهم. نعم. علي دكتور واحد. نعم. احمد انا ان شاء الله يا ربي صوتك يوصل وتكون هذه المناشدات ونداءات الاستغاثه اللي دترد لنا مشاهدينا الكرام عبر الاتصالات. مثل ما سمعتوا أحمد من بابل سجين في سجن التاجي، ويوم أمس أيضا كانت هناك مناشدات ومشاركات من سجناء داخل معتقلات مختلفة في محافظات مختلفة، أيضا تكلموا بنفس الموضوع التعذيب والإهانة والاضطهاد والظلم الواقع عليهم ومعاناة مستمرة، محرومين من العلاج، محرومين من الطعام، يكدسون في زنازين ضيقة بأعداد كبيرة، لا يوجد أي رعاية أي اهتمام، لا يوجد أي تعامل إنساني مع المعتقلين الموجودين في العراق، والكل يناشد من أجل إقرار قانون العفو العام، لكن الحكومة تسمع وتشاهد. وزير العدل يأتي إلى السجون وشاف أكيد بعينه ونقل الصورة، ويا مكثر التأكيدات اللي تجي من داخل السجون أو من عوائل المعتقلين على حالتهم والظلم الواقع عليهم، لكن الحكومة ما تتدخل وما تريد تتدخل ما تريد تحل هذا الموضوع، ويبدو لأنه أكو بيه استفادة مادية، وبالتالي هم ما يهمهم شي يصير داخل السجون، لأنه ما شاء الله 40 مليون نسمة يجيبون ويكدسون، والأمر بسيط طالما القانون غائب. طيب دعونا مشاهدينا الكرام نكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر.
أعرب مواطنون من العاصمة بغداد عن غضبهم وامتعاضهم من حملات إزالة الأكشاك التي تستهدف الفقراء ومن لا يملكون نفوذا واسعا أو منصات على مواقع التواصل الاجتماعي ينقلون بها معاناتهم ويطالبون بتعويض شباب يملكون كشكا تم تدميره بشكل كامل بالقرب من كشك ماريا فود التي حدثت الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي عليها ودفعت السوداني للتدخل بشكل عاجل لأن الحكومة أحرجت. ماريا فود، ولنكن واضحين وصريحين، نحن لسنا ضد أي شخص يريد يسترزق بالعراق، لكن ماريا فود أيضا متجاوزة، أيضا مخالفة، لكن ولأن الكاميرات ولأن العدسات سلطت الضوء عليها فحصلت على حقها. لكن كشك بجانب، وستشاهدون الآن بعد لحظات، بجانب كشك ماريا فود تم هدمه من قبل أمانة بغداد ومن قبل البلدية لأنهم لم يدفعون الإتاوات وبحجة التجاوز. دعونا نشاهد. فود فلشوا الكشك مالها، حطوا 30 مليون سعد البزاز، ورجعت الحكومة العراقية اشتغلت لها الكشك أحسن من قبل، وعوضوها ودعموها ورجعت كما كانت. الأخ هنا شباب فلشوا الكشك مالتهم بصفوة، فرق يعني تقريبا 10 أمتار، هذول ما حد عوضهم. هنا ثلاث شباب يشتغلون، يعني ثلاث عوائل، ما حد عوضهم. هسه يقولوا لي ماريا فود عندها تصريح او عندها اجازه من امانه بغداد. زين هذا مثلا متعافي، هذا هم مقدم وما حد مطي موافقه. بنيه تستاهل كل خير، كلها طيب، مجربينها احنا، بنيه مؤدبه ومحترمه، بس مثل ما عوضتوها ذول خطيه الشباب هم عوضوهم. شنو ذنبهم؟ ثلاث شباب خريجين وعندهم عوائل ومتزوجين. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف إلى محافظة كربلاء ننتقل، حيث انتقد أحد أصحاب الأكشاك فوضى البلدية في المحافظة بسبب أعمال إزالة التجاوزات، وذلك بعد قيام البلدية بإزالة الكشك أو البسطة التي يعمل من خلالها بالرغم من عدم تعديه للخطوط الموضوعة من قبل البلدية، مؤكدا أن قرارات الإزالة تشمل فقط من لا يدفع الإتاوات والرشاوى أو من يملك الواسطات والمحسوبيات. لنشاهد. انا ما اريد اقول شيء، كل شيء ما اريد احكي واناشد واقول، احنا نريد بس التساوي. شوف هذا الخط الاصفر خطونا اياه، هذا الخط الاصفر خطونا اياه تجاوزات، انا ما طالع عنه شيء، ما اريد اقول شيء ولا احكي ولا اغلط ولا اسيب. زين شوف اليوم احنا نريد التساوي، بس التساوي. شوف أرد أراويكم، أرد أراويكم. شوف شقد طالع عن الرصيف، ماخذ الرصيف خو كله، هذا ماخذ الرصيف كله، هذا عمي هذا الشارع التبليط وهذا الرصيف، هذا شوف جزرة كاملة كلها ماخذها، ما حد حكى وياه، ما حد شال كرسي واحد من عنده. حسبي الله عليكم ونعم الوكيل، حسبي الله عليكم ونعم الوكيل، حسبي الله عليكم ونعم الوكيل، قدرتكم على الفقير بس الله وكيلكم. وش قد انا راجع عن الرصيف على الخط الاصفر، هم الخطونا علي قالوا لا تطلعون، الله شاهد لا طالعين ولا هاي. اناشد المحافظه وقي المقام، شوف هاي شغلة فلوس رشاوي، الله وكيلكم. هذا المطعم هم ما جاسوا ولا حركوا، عبن شنو لقمتهم وريوقهم ومصرفهم طالعة من عنده، بس أنا شطيهم، أنا رجال عدي بسطية مال شاي، بسطية مال شاي عدي، الله وكيلكم. هذا حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، أرجع وأقول حسبي الله على كل من يأخذ رشوة. نستمر معكم مشاهدينا الكرام وضمن محافظة كربلاء، حيث ناشد عدد من العاملين في مرآب الأحياء السكنية بالتدخل العاجل وإلغاء قرار إغلاق هذا المرآب الذي تدعم قراره جهات متنفذة، حيث تعتاش الكثير من الأسر والعائلات الفقيرة المتعففة من العمل داخل هذا المرآب. دعونا نستمع. بالرحمة والخوة
والغيره العراقيه على ابقاء هذا الكراج وعدم منعه وابقاء السوق وعدم منعه لان الناس عايشه على هذا الكراج والسوق اكثر من 2000 نسمه عايشه على الكراج هي والسوق 2000 اذا كل عائله عندها 5 نفرات يعني مليون شخص يعني مليون نسمه هو تعداد كلمه ايش قد 3 ملايين يعني مليون نسمه عايشين على الكراج وعلى السوق احنا الناشدون ببقى هذا الكراج واكو جهات جاي تحاربنا جهات ما نقدر جهات ما نقدر نسميها تحاولون تمنعوهم وتقصون ايديهم لان احنا وين نروح؟ وين نروح؟ يعني وين نروح؟ انت الكلام وين نروح؟ احنا الناشد الجهات المسؤوله توقف ويانا احنا الطبقه الفقيره اللي عايشين على الله وعلى الكلام السوري يا جماعه يا جماعه وين نروح؟ وين نروح يا جماعه؟ مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع إلى محافظة النجف ننتقل حيث رصد أحد الناشطين مرآبا للسيارات في ناحية العباسية أغلق لأسباب مجهولة بالرغم من إحاطته بدوائر رسمية ووجود ازدحامات واختناقات مرورية حوله ويؤكد أيضا الناشط أن هناك مصلحة شخصية من إبقائه مغلقا مطالبا الجهات الحكومية بالتحقيق وتحقيق المصلحة العامة بفتحه دعونا نشاهد. كراج فارغ بسنتر العباسيه وسط العباسيه وازدحامات داير ما دايره مسدود شنو السبب ما حد يعرفه هناك مصلحه شخصيه نعم انا اقول لكم هناك مصلحه شخصيه بهذا الكراج لان مسدود الكراج هذا بسنتر العباسيه تحيط به جميع دوائر العباسيه مركز شرطه نفوس العباسيه مدرسه العباسيه بلديه العباسيه بس مسدود شنو السر؟ ما حد يعرفه. يا معودين تعالونا شوفونا شنو الفيلم بدال ما نسويه مصلحة عامة تخص العباسية حتى اللي جاي محافظات لنفوس العباسية يخلي سيارته هنا. أنا لزمت وقست هذا الجراج كله، أنا وأستاذ علاء طبعاً اكو مهندس خطط الجراج وقوف أكثر من عجلة هذا الجراج، شوف التخطيط بعينك. إيش سويت أنا؟ اريد ان اشوف المكاتب مال النواب بالعباسيه بس مكاتب مخليها لوغول فعل سويت 3 كتب باوع وذني 3 كتب كتاب يخص النائب احمد نجيب والنائب حيدر طارق والنائب عبد الهادي راح اوزعهم على مكاتبهم واقول لهم هاكم شوفوا تفضلوا هذا الجراج تعالوا شوفوا شنو الفيلمه خلوها مصلحه عامه يا معودين اهل العباسيه ليش سكتون على حقكم الازدحام داير ما داير شوارع العباسية ما تقدر تمشي تتحرك ذاك الصوب وهاي الناقة راج مسدود ما حد يعرف شنو في الماء أكو مصلحة شخصية هذا الجراج مسدود نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع السيد أمين يقول هذا مجرد قرار لكن سيقتل عشرات العوائل الفقيرة ولا يهتم أحد أو يأخذ هؤلاء الذين لا يحسبونهم أصحاب المليارات البشر بعين الاعتبار ولا يهتمون إلى قطع أرزاقهم منتظر يقول البلدية شنو موقفهم من هذا الجراج هم بعد كم سنة يروح هم بعد كم سنة يروح استثمار حالة ما راحت الساحة اللي بصفة اللي كانت فايدة الناس تخلي سياراتها بيها وتراجع الدوائر الشيخ أبو عبد الله يقول الجراج بلع الحوت مثل ما بلع مصانع تعليب أو الجراج بلع الحوت مثل ما بلع مصانع تعليب كربلاء ومكابس التمور وغيره السمكة خايسة من راسها وأبو منتظر يقول تدفع وين ما تريد ابني ما تدفع تتفلش بلدية مرتشية بس على الفقير طيب نستمع لرأي السيدة أم محمد من مدينة الموصل تفضلي يا أم محمد حياك الله السلام عليكم أبوي أهلا بك الله وعليكم يبارك. السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك بك يا أبا أنا عندي مظلوم الله يطعنك بالسجن نعم هاي صار 13 سنة نعم لسه ما عنده مظلوم والله العظيم بدوني ما كنت أدى هاي 13 سنة ما خلينا على حالنا حال
محامي كل دفتر بدفتره وما طلع. كل شيء ما عنده يسرع. أنا أشد الدولة، أنا أشد الحكومة. إذا أكو حكومة صالحة يعني اليهود يمكن والله العظيم على هالعيد موسم ديني يطلعون الأبرياء. يسرع يكفي بقيت. أنا مرة كبيرة مريضة عنده عائلة والله العظيم أي 13 سنة ولاده ما يعرف. لا والله ليش اعتقلوا يا أم محمد؟ ليش اعتقلوا؟ شنو السبب؟ والله هاي 13 سنة أبوي وقت كان دمرونا دمروا الموسم كله والله العظيم ما خلوا على حالنا حال. لا جوا علينا بالاسم ولا جوا علينا لا والله ولا مسكوا الله لا قدر بيدو الشيء السلاح واليابا تعالوا فتشوا شعن مسكون وبغى ويقف هو وجماعة على مستيارة دي يشتغون الله بداكم. وهذا بيوم هذا بدأ هاي 13 سنة يعني ما جوا علينا بالاسم ولا هاي آخر. نعم. وقت نوري المالك كان يجيبون ويفتوا بالسجون بالموصل. أي والله أبوي. نعم. وهذا يوم وهذا بدأله العيد هذا قانون العفو من بقي يكفي بقل يكفي. تعفون فلوس بجيوبكم وما تخافوا من الله ما تخافوا من الأبرياء مظلوم مظلمين بالسجون يكفي. تلفون ما خلوهم يخبرون أحلى. نعم. بس يقولون أشوكم نبعث بهالفلوس. إذا ما نبعث فلوس ما يطعموهم. نعم. لا لبسم ولا هي كله علينا نتدين ونبعث لهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون وفوضوا أمرنا إلى الله. الله يكون بعونكم. الله يكون بعونكم أم محمد. أي والله الشكوى إلى الله. إن شاء الله إن شاء الله تسمعين خبر طيب. أنا أشكرك يا أم محمد. يعني هذه الأصوات مشاهدينا الكرام التي تستغيث وتناشد ويعني تصرخ بسبب الظلم اللي وقع على فئة كبيرة من المجتمع العراقي. محافظات دمرت بسبب فساد الحكومة، بسبب تواطؤها في إدخال عناصر داعش وهذه التنظيمات الإرهابية إلى العراق. هم اللي دخلوا داعش، وهم اللي دمروا المحافظات بذريعة داعش، وهم اللي اعتقلوا أبناء هذه المحافظات بذريعة الإرهاب، ويرفضون إصدار قانون العفو العام عن الأبرياء المعتقلين داخل السجون اللي ما يعرفون شنو التهم. كثير من حالات مشابهة لحالة السيدة أم محمد وابنها أبرياء داخل المعتقلات في العراق لا يعلمون منذ سنين، منذ لحظة اعتقالهم لا يعلمون ما التهمة الحقيقية التي جاءت بهم إلى هذه المعتقلات. طيب نستمر معكم مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. يشكو السكان في عدد من المحافظات العراقية من شحة المياه، والذي بدأ يتفاقم خلال الأيام الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة. وما بين الإهمال الحكومي والفساد والصراعات السياسية، باتت أزمة شح المياه في العراق من المخاطر الأساسية التي يجب إيجاد الحلول العاجلة لها. أهالي منطقة أم العصافير في مدينة السماوة بمحافظة المثنى يعانون من انقطاع المياه منذ عشرة أيام، مطالبين بضرورة الإسراع لتوفيرها. دعونا نشاهد. مناشدة إلى مدير ماء السماوة الصوب الصغير وإلى محافظ المثنى، عمي ماكو منكوبين منطقة أم العصافير، الله شاء الله صارنا عشرة أيام ماي ماكو، حصل علينا الماي نشتري ماي آرو من المحطات الله شاهد، وهذا حصل لكم شوفوا التوانك مالتنا الله شاهد يابس، شوفوا يابس صارنا، شوفوا ما شوفوا ماكو ماي الله شاهد ماي ماكو بالبيت، حصل لكم التانك بالسطح شوفوا الله شاهد. وين محافظ المثنى يا مدير الماي؟ ها شوفوا التانكي الله شاهد يابس، شوفوا شوفوا شلون يتحرك الله شاهد ماي ماكو بس طين ضار الله شاهد، صار له 10 ايام ماي ماكو. شوف البيت تقول منكوب وتقول ما حد بيعايش الله شاهي تراب مكنة لا ما ينغسي لا ما ينشرب. جان نشتري ماي آرو من المحطات، يعني المحطات 24 ساعة يصب بيها الماي وإحنا بهنا المناطق ماكو ماي. ناشي المحافظ المثنى مدير ماي السماوة الناس الخيرة منطقة أم العصافير شارع الروضة. نبقى مع نفس الموضوع وننتقل من محافظة المثنى إلى محافظة نينوى، حيث اشتكى أهالي حي العسكري في ناحية المحلبية من عدم وصول المياه إليهم منذ شهر بسبب تلكؤ مشروع المجاري في تلك المنطقة. لنشاهد.
هذا حالنا تقريبا صار لنا شهر وخمسة أيام. العوائل يشربون مي مر، الله شاهد، الله شاهد، العوائل يشرب مي مر من عده، الله شاهد. هذا صار شهر وخمسة أيام هذا القاطع بدون مي، الله شاهد. وما حد ما يطلع يشتغل بها أستاذ العزيز. هذا حال الحي العسكري، لا دوائر يجي، لا أبو دائرة مي يجي عليها يشوفها. يعني هذا حال، هذا سيارة واقف ما يشتغل، وهذا البوري مكسور أستاذ العزيز. شوف هذا حال القاطع العسكري. هذا البوري مكسور أستاذ العزيز. هذا الأستاذ شوف صار شهر وخمسة أيام. العوائل يشربون ما يمر، الله شاهد. دوائر مال المحلبية ولا يشتغل ولا يتقرب عليها. هذا حالنا أستاذ العزيز. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. رياض يقول: نفس الحال في جميع محافظات العراق، حسبنا الله ونعم الوكيل. جلال يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أكبر خطر يواجه البلد مشكلة المياه، وكل حل ماكو من الحكومة، واقفة تتفرج. أسامة يقول: مع الأسف والله على كل مسؤول ما يوفر الخدمات. وتعليق لدينا من مصعب يقول: حتى المي قطعوه، الله يعينكم، مش هالناس المسؤولة عنكم ما تحس بيكم. مشاهدينا دعونا نستمع للسيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شلونك يا غازي؟ حياك الله، أهلا وسهلا أبو عبد الله. أستاذي أنا اليوم إذا أحكي وأسولف بس إذاك توسع لي صدرك. تفضل يا أبو عبد الله. أستاذ العزيز، هاي من طلعوا بجيب المناطق الجنوبية والمناطق الغربية وكلها، الموصل وغير الموصل، وهاي المساجين وعلى كلها. نعم. ما يخالف بدوى المهمة، أقول لك خلصنا من النظام السابق، النظام السابق طاغية ودكتاتور، خلصنا من عنده. نعم. هاي جانا هسه ديمقراطية، ما شاء الله ماكو كريستال. نعم. اكو يعني هسه عندك هذول اهل الكشك ثلاثة الشباب الخريجين يقولوا لهم بطلوا هاي الشغلة حلال، يعني تشتغلون بالكريستال، تشتغلون بالحشيشة، بالمخدرات. نعم. بهاي ايدهم. يعني هذا الكلام، يعني هذا الكلام اللي طلع من لسان احد المعممين وقدامه ناس في مكان المفروض هو للعباده، يقول وطبعا لتوجيه الناس تجاه الحق مو الباطل، يقول مو مهم الحاكم يفاسد ويبوق ويخرب، لا، المهم يقول اشهد ان عليا ولي الله. هذا يكفي، هذا يكفي، حتى لو كان حرامي، حتى لو كان فاسد اتحملوه. هذا المعمم يعني طبعا هذا المثال أبو عبد الله، هذا المثال ينعكس على السياسيين الموجودين اليوم بالسلطة، يريدون يوصلون الفكرة للعالم أنه أنا حرامي وأبوق، لكن أنا أحسن من البعثية. يعني تريدون البعثية يرجعون، تريدون النظام القمعي يرجع، هم سووا بالعراق وراء 2003. أنت 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 تتحكين حبيبي، هذا المعمم مع احترامات للإمام الصحيح وللإمام سيدنا رسول، هذا معمم قدر، هذا معمم قدر كفر، هذا صحيح عنكم برما سيدنا رسول. هذا اللي يقول لك البعثية، هذول كلهم ما يجون لكم دارة أي بعث. أنا عاد أحكي لك، أقول لك أنا حاكمني النظام السابق، حاكمني النظام السابق، بس ما شفنا شيء جاء أحسن من النظام السابق. النظام السابق ما أحسن من عنده. شوف يعني سيد أبو عبد الله، أنا دائما حقيقة لما يطرح هذا الموضوع أكون دائما أتجنب الدخول في مقارنات لأسباب كثيرة. احنا كل اللي نقوله انه انتهى النظام السابق بعد 2003، وصدرت قرارات وأقرت قوانين تعنى باجتثاث البعث والمساءلة والعدالة، وصفوا شكوا بعثي موجود بالعراق، واللي كانوا قبل من السياسيين يطبلون الصدام صاروا بالحكومة مو مشكلة. لكن انتوا بعد 2003 ايش قدمتوا؟ ايش سويتوا؟ شنو الاعمار والبناء اللي قالوا دبي زرق ورق وينهم؟ اللي وعدوا بتوفير الكهرباء وتصديرها وينهم؟ الثاني من يقول بال 13 يصدر كهرباء، وين يصدر؟ نعم. كهرباء. نعم. على 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 خلق الوسط حيش السامع دادي، وانت من تقول سياسي، لا تقول سياسي، قول السيئين. السيئين
يعني هسه انا بالنسبه لي انا كنت امثل البرلمان معمل شركه باتا باحجام 42 و43 و36 احجام هذا معمل باتا مو برلمان دادي سووه شنو البارحه خمس ساعات سوداني من مجلس يصرف للحجاج زين الحج اللي يروح للحج غير يروح بفلوس المزكيه زين انت من تصرف له للحج زين انا هم مريض انا حالي حال الحج هم مريض انا مو عراقي وهل يجوز انفاق نفقات الحج من خزينه الدوله واحنا عندنا اكثر من 40% نسبه فقر بالعراق؟ لا قبلانين إيه لا انا راح ارجع برايي قبلانين ينفق للعراقي قبلانين بس مال ينطي جزر المدي يسموها ومدينه السودان ومدينه المن ينطي يعني انت دباع على حالك باوع على حالك حال شعبك. انا اشكرك ابو عبد الله انا اشكرك شكرا جزيلا طبعا لان الوقت شويه ضيق. نسمع رأي السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري بالنسبة للشيء متعلق بموضوع المياه وشحة المياه اللي هذا نعم جزيت احنا فدنوب من الحديث به. تفضل. وبكل المحافظات باستثناء إقليم كردستان. نعم. من الشمال إلى الجنوب. يعني طلع تعليق إلى وزير النقل تعليق مخجل مخزي ومضحك في نفس الوقت. يا بشن التعليق جميع المواطنين معفوون بالتنقل من صوبي الكرك والرصافة في بغداد بالتاكسي النهري. اي ما شاء الله. هو دجلة عبر وركو هذا التاكسي وين يمشي بشعر جاع. وبعد كم سنة بعد كم سنة حيختفي هذا التاكسي النهري بعد ما تشوفه. لا يقول هذا عيد الأضحى. أي. يقول ما ناخذ منهم ولا فلس عجوة للعبور بالتاكسي النهري والتجوال في دجلة. هو دجلة مو قديم. نعم. داخل كتاب جنس المواطن البغدادي الولد الشاب اللي عبر دجلة ركب. هاي وحدة. ثاني ينسبونه وكتلونه بالموازنة. يابا ايش وقت تنفذ الموازنة؟ قالوا حال اقرارها من مجلس النواب. اي. يابا اقرت من مجلس النواب. شو وقت تطبقوها؟ قال حال المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية. تمام. يابا رئاسة الجمهورية صادقوا عليها. تمام. شو وقت تنفذوها؟ قالوا حال نشرها في جريدة الوقائع العراقية. نعم. نشروها بالوقائع. يابا شو وقت تنفذوها؟ ولحد الآن كل شيء ماكو. أنت مقتنع بقى منها فلوس يا أبو زينب؟ مقتنع أنه بقى منها فلوس؟ ما صور ولا لو تسعة أشهر صار لهم. نعم. وهاي عندك المنحة مع الصحفيين والإعلاميين والفنانين والأدباء قالوا بس تقر يعطوكم يعني لحد ما طولها فلوس. هاي واحد أنه بيقول لك بدأوا بطل النفقات. للرئاسات الثلاث الى اصغر مدير عام انهم زادوها لارضاء السلف السابقه اللي اساسا سلف منتهي وماتت وراحت حتى يغطون هاي السرقات مالتهم. شو يقول لك؟ عندنا عجز. وين العجز؟ انتم حراميه اقتلتون الشعب. والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا. ابو علي من الديوانيه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبي إذا الوزارتين احنا ما نبيه فائدة، لا وزارة النزاهة لأن هي ما قوتها للفتحات هي صادقة، ولا وزارة الري لأن ما عندنا ما احنا مش علما هي طبعا هي النزاهة هم. النزاهة هي داخل البرلمان يعني. اي عوائل دوائر الدولة ترى كلها مملوكة، احنا إذا بدون يعني غير الله وكيلك كل دائرة مالكها المدير مالكها هو إلا والعشيرته. يعني نعم. حكومة ما تراقب هاي الدوائر. حكومة ما تراقب دائرة الماء دائرة الكهرباء. هو السؤال منو اللي عينهم في هذه الدوائر غير الحكومة يا أبو علي؟ لا الأحزاب عينتهم. الأحزاب عينتهم. مو هي الأحزاب الحكومة يا أبو علي. محمد الشيع السوداني جابتها هاي الأحزاب. حبيبي مثل محافظ الديوانية جاب قرايب حطاهم كلهم مدراءنا واحد. نعم. وعلى حسب الأصول يعني كلهم الأحزاب. نعم. فأي واحد يسأل السادة أي دائرة ما تقدر تجيلها التفازة وهذا كله ماذا غلط يعني يحطون عليك أربعة إرهاب بدون تفاهم كل دولة بالعالم تدافع عن حقوق مواطنينها
كل العراق. يعني مصر تهدد بجيشها على اثيوبيا على قطع الماء، ايران تهدد، كان 40 مليون شو ما طلع لا نائب لا وزير، كان من حاطين على الجيش؟ من حاطين الجيش؟ اللي حاطين الجيش للمواطن الضعيف. نعم 40 مليون قاعد يقطعهم العطش عندنا بالجنوب. أبو علي الله يكون بعون العراقيين يا أبو علي، الله يكون بعون العراقيين. أنا أشكرك طبعا شكرا جزيلا، كنت معنا من الديوانية. لا يوجد قرار سياسي ولا يوجد شخصية لهذه الحكومة تقف بالضد من دول المنبع اللي يعني نواجه من خلالها مشكلة أو نواجه معها مشكلة المياه. ماكو تدويل لهذه القضية، ماكو شخصية جادة تطالب بحقوق العراقيين اللي أقرت ويعني موثقة وفق الاتفاقيات الدولية بتقسيم حصص الدول المائية. ماكو عندنا هذا الكلام، بس هو حيعوفوه خراب، إذا عافوا طبعا للعراق حيعوفوه خراب، عطش، زراعة ماكو، صناعة ماكو، حيعوفون بلد مدمر إذا عافوا طبعا ويروحون. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم وننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. رفع غياب الخدمات من مستوى الجدل في الشارع العراقي نظرا لما تتعرض له محافظات العراق من إهمال كبير في مشاريع البنية التحتية التي يتلاعب بأموالها مافيات الفساد والأحزاب والميليشيات ولصوص الدولة عبر صفقات سياسية. وتشهد المحافظات العراقية أزمات متكررة في الخدمات والمشاريع الخدمية عانى منها المواطن لسنوات جراء استشراء الفساد في البلاد والصراعات السياسية، الأمر الذي عمق من آثار الأزمات. أحد المواطنين انتقد الإهمال الحكومي في منطقة الشعب ببغداد، حيث تم مناشدة الجهات المعنية لإعادة صيانة أحد الشوارع الحيوية في المنطقة على مدار عام كامل، ولم تتم الاستجابة لغاية هذه اللحظة. لنشاهد. جولة لفريق لنبدأ بالشعب لعدة مناطق اللي داخل الشعب للاطلاع على خدماتها، مدى التطور اللي موجود بشوارعها. اليوم احنا بشارع طبعا بحت اصواتنا بالمناشدات اللي وصلناها للجهات المعنيه، اكثر من مقطع انه نزلناه بهاي المنطقه ولا نجد اذان صاغي. المنطقه اللي السوق اللي نهايه الشعب اللي نهايه الفورتات لحد مستشفى الزهراء، هذا الشارع الممتد من نهايه الفورتات لمستشفى الزهراء اللي محاذي للمنتزه اللي قيد الانشاء، وهذه المستشفى والحي الصناعي. طبعا هذا شارع يحتوي على اول شارع بالعراق يحتوي على منحدرات، انه تنحدر السياره والنوب من بعدها تتعدل ما شاء الله. يعني الجهات المعنيه، هذا المناشده للجهات المعنيه اللي بخصوص التبليط اللي موجود بالشارع، اكثر من مناشده ناشدنا بهذا الموضوع وماكو حل وماكو أي آذان صادق. نستمر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع إلى محافظة ذي قار، ننتقل بكم، حيث تعاني أو يعاني أحد شوارع ناحية الصالحية من الإهمال منذ عام 2019، وذلك بعد أن ترك الشارع دون إكماله وتعرضه للإهلاك. وتساءل مواطنون وناشطون لماذا لا يتم شموله ضمن الميزانية المخصصة للمحافظة. لنشاهد. رسالة وجهها أولا إلى محافظة ذي قار وإلى قائم مقام مدينة الناصرية وإلى مديرية بلدية الناصرية. هذا الشارع مدخل سيد جابر، رأس سيد جابر، هسه إحنا وصل بباب سيد جابر ونسولف. طبعا هذا المشروع من 2019 تنفيذ مباشر، صبوا الشارع عفوا، لا انشمل بصندوق أعمار ذي قار، لا بالأمن الغذائي، طبعا هذه 21، ولا انشمل تنمية الإقاليم سنة 22. هذا المشروع بقى على حطته، طبعا المايند اللي طبعا من دون الشوارع بالصالحية، هذا الشارع بقى خاطبوا به قال لك والله هذا على البلدية، قام الحكومة المحلية شمع على القائم المقام، القائم المقام شمع على البلدية، وبقى هذا الشارع على حطته. المحافظ ناس مدير البلدية، يعني احنا كيفنا اول ناس يشتغلون هذا الشارع، حفروه كيفنا وتفاعلنا بخير ان شاء الله، قلنا كيفنا اول الناس والناس عزتني. شو صبوا لنا الشارع على نص عافه من 2019 لحد الان، هسه بس صبوا صبنتين
نراجع مدير البلدية، نراجع المحافظ، ماكو نتيجة. طبعا أنا شفتكم أبناء المنطقة اشتكيت بهيئة النزاهة، اشتكيت بهيئة النزاهة على هذا الشارع. نعم نعم. يعني ما انشمل. نعم رحنا النزاهة قالوا والله أنتم قاعدين وسكتوا قضيتكم مدير البلدية القديم. احنا ناس وين نلقى مدير بلدية القديم؟ احنا يعني ناشد سيد محافظ، ناشد مدير البلدية الجديد. خلي شوف يجي. طبعا المخاطبات اكو اكثر، طبعا اكثر من 20 مخاطبة خاطبوا بأبناء المنطقة لقائم مقام مدير بلدية، واكو دعوة انا بنفسي شفتها بهيئة النزاهة بخصوص هذا الشارع. ما شمل هذا الشارع هسه من كيلوهم الشارع. طبعا هذا الشارع مقابل شوفوه، هذا الشارع كله شمل، وصل وين؟ وصل للركين يا سيد جابر وقف. نستمر مع نفس القضية مشاهدينا الكرام. سوء تنفيذ المشاريع والخدمات لا يقتصر على محافظة دون أخرى، حيث اشتكى أهالي منطقة حي الميلاد في محافظة النجف من سوء تنفيذ أحد الطرق، وذلك بترك الشارع دون إكماله، وأدى ذلك إلى انسداد في شبكات الصرف الصحي نتيجة رمي الأنقاض داخلها لتتضاعف معاناة السكان. لنشاهد. حي الميلاد نجف الأشرف اجوا جماعة سووا تبليط أو تعافوا عن نص وهي الزبالة، فسدوا المجاري، يعني يذبون تكرم زبالة انقاضات بالبلوعة، فهاي المجاري طفحت على العوائل، طفحت وعلى الناس قضية. خابرتهم أكثر من مرة يودوا له واحد ويدشيش ويبحش بيها، قلت له عمي ليش يودوا شيش؟ يقول والله ما يودون صاروخية. فهاي القضية شوفها، هاي حالة يعني خيسة بنص الشارع والعوائل يعني طفحت. شوف هسه ذيك العائلة حاطينهم شيش، شوفها وسطلة وجاي يبحشون ببلوعة. التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. حيدر يقول: والله لو أكو رادع وغرامات وسجن بحق الشركات المنفذة، إذا كان أكو أي تأخير أو تلكؤ أو تقصير ويكون التبليط والمجاري حسب المواصفات والشروط، ما صار هالتقصير. سيد علوش يقول: والتبليط شنو فيلمه؟ صار لسنة على هاي الوضعية. تعليق من غياث يقول: مليارات راحت بلاش على مشاريع ما تسوى فلس، مع الأسف ماكو حب الوطن. آخر تعليق ضمن هذا الموضوع مشاهدينا من أبو عقيل يقول: شغل تلزيق بتلزيق، شركات كلاوات. ننتقل الآن إلى فقرة إنفوغرافيك مشاهدينا الكرام. يشهد العراق تناميا خطيرا في تجارة المخدرات وترويجها وتعاطيها، بعد تحوله من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، ما أوصل تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع. وفي اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 26 من حزيران من كل عام للعمل على إيجاد مجتمع دولي خال من المخدرات، ويجمع معلقون سياسيون على أن تجارة المخدرات نتاج انهيار الدولة في العراق منذ عام 2003، وأن جهات متنفذة سواء من الطبقة السياسية أو الميليشيات جمعت أموالا طائلة من تلك التجارة المستمرة مع سوريا وإيران. لنتابع الآن المقطع الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية بشأن هذا الموضوع.
ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. جدد الخريجون من العشر الأوائل من خلال وسم أول عشرة ناشد السوداني للمطالبة برفع الظلم عنهم وشمولهم بالتعيين أسوة بالثلاثة الأوائل. لدينا بعض التغريدات. زهراء تقول: للمرة الألف لا تخذلوا الخريجين العشر الأوائل، بس فكروا شوية بهم وشوفوا الطالب ايش قد تعب حتى يطلع من العشر الأوائل. تغريدة من فراس يقول: حقي وينه حقي وينه، بالوقت اللي لازم أكون مشتغل أطور بنفسي هلكت طاقاتي وأني أسأل حقي وينه. زينب تقول: اجتهدنا وتفوقنا وبذلنا كل ما في وسعنا في طلب العلم وتخرجنا بمعدلات عالية أهلتنا لنكون من العشر الأوائل، أنصفونا. تغريدة لدينا من أسد العراقي يقول: نحن الخريجين العشر الأوائل نطالب برفع الظلم وشمولنا بالتعيين لأننا أصحاب كفاءات ولا يوجد فرق بيننا وبين الثلاثة الأوائل سوى أعشار. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.